صل على محمد وآل محمد. كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، أنتم وعوائلكم أطفالكم متعلقيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم عن قاب حج بيت الله الحرام على جبل عرفات إن شاء الله، وأن لا يحرمكم تلك المشاعر المقدسة. أسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يعيد عليكم هذه المناسبة، ونحن قريبين من فرج مولانا صاحب العصر والزمان الإمام الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. صلاة العيد في زمن الغيبة مستحبة وليس واجبة. هذه الصلاة ركعتين، ليس فيها أذان ولا إقامة، فقط إمام الجماعة يقول الصلاة ثلاثا، بعد ذلك نية الصلاة، أنه بدل ما تقول مثلا أنه في صلاة الظهر أو صلاة العصر أصلي صلاة الظهر واجبا مأموما قربة إلى الله تعالى، لا، تقول صلاة العيد بنية القربة أصلي صلاة العيد مأموما قربة إلى الله تعالى، هذه النية. الركعة الأولى سورة الحمد وسورة معها، الآن المستحب أنه سورة الشمس وسورة الأعلى في الركعة الثانية، في الركعة الثانية الحمد وسورة الأعلى. في كل ركعة من هاتين الركعتين، في الركعة الأولى خمس قنوتات مو خمس تكبيرات، بصلاة الآيات عندنا خمس تكبيرات، هنا بالقنوتات تحسب القنوتات، عندنا خمس قنوتات، أنه تقول الله أكبر ترفع يدك للقنوت، الآن قنوت قصير أو طويل، خمس قنوتات، بعد القنوت الخامس تكبير وركوع. بالركعة الثانية لا، أربع قنوتات وليس خمس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد عليكم هذه المناسبة بالخير والبركة. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة الصلاة الصلاة. الله يرحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. لو أردنا أيها الإخوة إلقاء الضوء على المنافع المتصورة في الحج، هذا غير امتثال الواجب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده، لوجدنا أن تلك المنافع كثيرة ومتنوعة لا تكاد تجتمع في غيرها من العبادات، وهذه المنافع بعضها عبادية وبعضها تربوية وأخرى اقتصادية وتربوية وسياسية واجتماعية ووحدوية. لذلك نرى الحث الكثير من قبل المعصومين عليهم السلام عن هذه الجوانب المنافعية. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصيته لأولاده عند ضربه وقبل وفاته عليه السلام، الله الله في بيت ربكم فلا يخلو منكم ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. والقصد هنا أن البلاء الإلهي سيشملكم. حقيقة بعض الأحيان نحن نتصور أنه مسألة الحج مسألة المفروض أن لا نسعى إليها، القضية لا أكبر من هذا. الإمام الصادق عليه السلام، هذا اليوم يوم
عيد الأضحى المفروض نذكر به حتى الإنسان اللي عنده فتور أو عنده عدم همة أو عنده عدم استعداد أو عنده عدم معرفة في مسألة أهمية الحج، عليه أن يأخذ عبرة من أحاديث المعصومين والآيات التي تحث على هذه الشعيرة. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن استطعت أن تتقشف في معيشتك حتى تذهب إلى الحج فافعل. القضية أنه من هذا، بدل ما ألبس مثلا 3 أثواب بالسنة ألبس ثوب واحد حتى أستطيع الذهاب إلى الحج. فيه منافع الله سبحانه وتعالى الإنسان ممكن ما يتصورها بتصور. واحدة من منافع الحج يقول: من حج 3 مرات أو 3 حجات ضمن رزقه، الرزق مضمون ب3 حجات. لذلك تشوف الأئمة سلام الله عليهم، تسمع بالإمام زين العابدين ذهب 25 مرة إلى الحج. وشون بأي كيفية؟ اليوم إحنا ما شاء الله الوسائل موجودة، شوف الطائرة مبردة، شوف السيارة مبردة، شوف الوسائل كلها مسخرة إليك. لكن تعال شوف حج الإمام زين العابدين، أو شوف الحج الإمام الحسن عليه السلام، أو الإمام الحسين، بأي كيفية. حتى أنه المسلمين لما شافوا الأئمة بهذه الكيفية ضجوا، قالوا: لا نستطيع. الإمام زين العابدين أو الإمام الحسن كان يمشي إلى بيت الله من المدينة إلى مكة على قدميه، فسعد بن أبي وقاص والصحابة وقفوا: يا ابن رسول الله، نحن إذا رأيناك ماشا لا نستطيع أن نركب دوابا، أما أن تمشي تركب، وأما أن تأخذ طريق غير هذا الطريق. وإذا بالإمام سلام الله عليه يقول: يقول: عاهدت ربي أني أمشي إلى بيته على قدمه. هذه عهد. فشوف أنه شوف أي وسيلة. إذا واحد يطلع من العراق ممكن يأخذ له شهر شهرين كان على الدواب، الآن ممكن 3 ساعات أو 4 ساعات أنت موجود وين؟ بالمدينة. فيقول الإمام سلام الله عليه: واحدة من الأشياء والمنافع الموجودة في الحج أنه إذا خلي هذا البيت منكم، ترى بعض الأحيان أنت تنظر نظرة ثانية، أكو نظرة تشوف لها غير موقف أو غير زاوية وغير شباك. مو كل واحد راح للحج، ما أكثر الحجيج أو ما أكثر الضجيج وأقلل الحجيج. هذه رادلها فد قضايا. يقول: واحدة من هذه الأشياء أنه إذا ترك البيت لم تناظروا، مو لا يعني ما حد يناظركم، لا، القضية يقول: لعمكم البلاء. الله سبحانه وتعالى ينزل البلاء على المسلمين بترك البيت. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: الحجة أو الحجة ثوابها الجنة، والعمرة كفارة للذنوب. إذا ذهب الإنسان إلى الحج ووقف هناك يأتي بصفحة بيضاء كأنه يوم ولدته أمه، والملائكة تناديه: يا عبد الله استأنف العمل فإنك مغفور لك. منو ما يريد اليوم؟ يا اللي يريد أنه يظل صفحته سوداء مسوتها بالذنوب مسوتها بالمعاصي، وإذا لا يذهب إلى البيت 4 أيام 5 أيام بهذه النفقة بهذه الكيفية، وإذا يرجع صفحة بيضاء ليس فيها شيء، لأن الكريم قد ملأها من رحمته. بعد هناك أشياء يقول: قال أيضا: الحجاج يصدرون على 3 أصناف. كل إنسان وحجه، ممكن أكو حاج يرجع بس غفران الذنوب، أكو حاج يرجع بعتق الرقبة إنه يوم القيامة هذا الإنسان ما يدخل النار بسبب تلك الحجة، وممكن إنسان يجمع 3، هذه 3 أشياء يجمعها. لكن أنت ووسيلتك، أنت وهمتك، أنت وقلبك، أنت وأعمالك، أعمالك هذه توصلك إلى تلك المرتبة لو لا؟ فقط أنه لأن أنت وصلت إلى بيت الله الحرام وامتثلت الأمر صفحتك فقط بيضاء. يقول: صنف يعتق من النار. ويا لها من رحمة،
من زحزح من النار وأدخل الجنة فاز فوزا عظيما. وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه، وصنف يحفظ في أهله وماله فذلك أدنى ما يرجع به الحاج. ثلاث أصناف الله سبحانه وتعالى يقول إذا امتثلت هذا الأمر الله يعطيك هذه الأشياء. يقول الإمام أيضا هناك فائدة كبيرة عظمى للإنسان الذي يدمن على حج بيت الله الحرام والذهاب أيضا إلى العمرة. يقول حجوا واعتمروا تصح أبدانكم. اليوم أيضا نطلب الصحة ونطلب غفران الذنوب. هذه المنافع كما قلت في أول الكلام أنه ممكن ما تلقاها بغير عبادات لكن تلقاها بالحج. واحدة من هذه الأشياء أنه زيادة في رزقك. اللي ما عنده ما كان يعرف ما كان متصور شنو المنافع، من الآن يقول ربي وفقني لحج بيتك عن قابل فإن عندي عزم وهم أن أذهب. لكن هذا العزم شراد له دائما إخواني اللي يعرف مسألة الإقبال على الله سبحانه وتعالى الخطوة من العبد والله سبحانه وتعالى يسحب يجذب ذلك العبد، لكن أنت بشرط أن تبدأ الخطوة الأولى أنت. وإلا إذا تبقى تقول أنا واقف مكاني وأقول أرد أروح، الله سبحانه وتعالى ما يساعدك ترى. نعم ممكن الله يفيض عليك لكن يريدك تخطو خطوة واحدة. لذلك واحد من العلماء يقول أنت في يوم من الأيام اجعل لك جذبة مع الله سبحانه وتعالى، واحدة من اللحظات اجعل في قلبك حرارة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول هذه اللحظة وهذه الحرارة وحقك إن الله سبحانه وتعالى إذا نظر إليك فيها وقبلك فيها لا يتركك، حتى لو تريد أنت تروح من عنده ما يخليك، يجيبك يسحبك ما ينسى لك هذه اللحظة التي تفاعل فيها قلبك. وشوف القلب شنو محوره. يقول الرب الله سبحانه وتعالى إني لم يسعني لا سماواتي ولا أرضي ولا كرسي، ما يسعني، لكن وسعني قلب عبدي المؤمن. الإنسان إذا قلبك عامر يسع الله سبحانه وتعالى. لذلك قيل أن القلب حرم الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة
وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذو القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قلت في معرض الكلام: حجوا واعتمروا تصح أبدانكم وتتسع أرزاقكم. من أراد سعة الرزق عليه أن يسعى في كل سنة أن يذهب إلى البيت. من أراد سعة الرزق عليه أن يهيئ أسباب الذهاب إلى الرزق. هذا الرزق مرات بعض الأحيان يفتح لمشروع في شرق الأرض وفي غربها، لكن تشوف تعال إنه التجارة مع الله سبحانه وتعالى إذا هيأت لها أسبابها شلون الله سبحانه وتعالى يفتح عليك من هالباب. وتتسع أرزاقكم، وفي حديث آخر: وتكفون مؤونة عيالكم. الإنسان اليوم كل همه بالحياة شنو؟ أطفاله. شو يوفر لهم من حياة؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يكفيك هذه المؤونة. وعنه عليه السلام: الحاج مغفور له وموجوب له الجنة، ومستأنف له العمل، ومحفوظ في أهله وماله. ثلاثة أشياء أو أربعة أشياء. هناك أنا قلت في الكلام أنه المؤمنين لهم خاصية، وحقق أن الإمام الصادق عليه السلام في يوم من الأيام كان معه أحد الأشخاص، قال: سيدي ما أكثر الحجاج، الحجاج موجودين هواي بالبيت، قال: يا فلان لا تأخذك تلك الكثرة، لا تغتر بها تلك الكثرة، أكثر ممن ترى فهم كلاب وقردة وخنازير. قلت: سيدي كيف يكون؟ مسألة أنا أقولها في آخر الكلام. يقول عنهم عليهم السلام: من أتى الكعبة، حتى تعرف مقدار قيمتك أنت أيها المؤمن المتمسك بولاء آل محمد صلوات الله عليه وسلم، قال: من أتى الكعبة فعرف من حقنا وحرمتنا ما عرف من حقها وحرمتها، لم يخرج من مكة إلا وقد غفر الله غفر الله له ذنوبه، وكفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة، بشرط هذه القضية أنه تعرف حرمة أهل البيت وتعرف خاصية أهل البيت. هذا الشرط وهذا الباب الذي تعبد الله فيه المؤمنين جميعا، هذا باب الله، وغير هذا الباب كما في الرواية: من أتى من غير هذا الباب سمي سارقا. سارق، الإنسان الذي لا يأتي عن طريق أهل البيت كل أعماله مشكل عليها. الآن نحملهم أنهم مسلمين ما عندنا مشكلة، أنهم يقولون لا إله إلا الله ماكو مشكلة، لكن هذه الأعمال من أين أخذتها؟ تلبيتك كيف؟ نيتك كيف؟ أعمالك، إحرامك، وسائلك، دخولك كيف إلى البيت؟ بهذه الخصيصة، من يبتغ غير الإسلام دينا فلن، هذا اللن تأبيدية، قبول ماكو. أنت شلون تأتي؟ بعض الأحيان أروح أنا أخذ وضوء مو وضوء صحيح، أخذ صلاة مو صلاة صحيحة، وبعدين الله سبحانه وتعالى يقول لي: أنا مو هذه الصلاة التي فرضتها، ولا هذا الطواف الذي فرضته عليك، ولا هذا التقصير الذي فرضته عليك، ولا هذه النية التي فرضتها عليك. المفروض تنتبه أنه تأخذ أحكامك دينك من أين، وبالتالي قبول دينك، يعني دينك الذي تدخل به إلى الكعبة. الآن يأتي منه، يأتي إنسان بعيد عن الإسلام لا يعرف الإسلام، والآن يطوف يقول: أنا بكيفي. ما بكيفك طوف، إيه روح، لكن يقبل منك ماكو، لن يقبل منك شيئا إلا بشرط ولاية أهل البيت. لذلك الإمام يا أخوان دائما إحنا تأخذنا العواطف بعض الأحيان مساكين، ليش ذولي
يعرفون آبائهم، مو مشكلتنا هذه. مثل ما أنا إذا لا سامح الله زليت أيضا مو مشكلة الباقين. أنه من أتى الكعبة فعرف من حقنا المعرفة. اليوم أنت لما تروح للإمام الحسين يقول بكل خطوة شنو؟ مو حجة؟ مو عمرة؟ ممكن أن ترتفع من واحدة إلى 70. ليش ترتفع؟ كل ما عرفت حق أهل البيت أكثر تزداد درجتك. كلما أقبلت إليهم وعرفتهم وطبقت تعاليمهم. بعد أكو مسألة واحدة أقولها وأختم، أنه قضية بعض الأحيان اليوم عندنا وسائل تواصل اجتماعي كثيرة، ممكن تلقى لك حديث من هنا وهنا. أخوان دققوا في الأحاديث، لا حد يتبنى حديث من غير أحاديث أهل البيت، لأن يقول طلب العلم اكتساب العلم من غير طريقنا مساوق لإنكارنا. أنت تطلب العلم من غير مكان تقول هذا علم، يقول هذا العلم مساوق أنك أنكرت ولاية علي ابن أبي طالب. فأعرف الحق وأعرف حق بيت الله الحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا بعطفه ورحمته، وأن يوفر لنا تلك العزيمة في نفوسنا في قلوبنا للذهاب إلى بيته، وأن نوفر لها الأسباب، وأن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، عن عراقنا الحبيب، عن مقدساتنا، وأن يخذل أعداءنا وينصر مجاهدينا في مشارق الأرض ومغاربها. يمن على جرحانا بالشفاء والعافية، يمن على عوائل الشهداء بالصبر والسلوان، يمن على أيتام الشهداء بأن يتكفلهم أيد رحيمة رؤوفة تأخذ بيدهم إلى أسباب العيش الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بفرج مولانا صاحب العصر والزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. الله يعزكم ان شاء الله. ان شاء الله على جبل عرفة زيارة.